بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الناس إن هذا بيان أنزلته الشريعة السمحاء أستاذنا، نود بداية أن نتعرف على مفهوم الاختلاف وما الفرق بينه وبين الخلاف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. من الناحية اللغوية فإن الاختلاف والخلاف من مادة واحدة، ولكن جرى الاستعمال على أن يكون الاختلاف إنما هو في التنوع والتعدد، وهذا أمر محمود. فيجوز لنا حينئذ أن نقول إن الاختلاف لا يفسد في للود قضية، لأن البشر جبلت على هذا التعدد وجبلت على هذا التنوع، وهذا نوع من أنواع التدافع، والتدافع سنة من سنن الله في كونه. لا بد أن تختلف الأنظار ولكل عين النظرة، ولا بد أن تختلف الآراء، ولا بد أن تتلاقح وتتلاقى هذه الأفكار، ولذلك يتم عملية التدافع والتقدم والمسيرة في كل مناحي الحياة. أما الخلاف فهو ينبئ في الاستعمال بالنزاع والخصام، وجاءت الشريعة الإسلامية وسدت موارد النزاع والخصام. إذن يمكن أن نقول بصورة عامة أن الاختلاف ممدوح وأن الخلاف مذموم. جاءت الشريعة مثلا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، حتى يذر منعا للخلاف والنزاع والشقاق. ولما أخذنا منه هذا المعنى قسنا على حرمة البيع على بيع الأخ وحرمة الخطبة على خطبة الأخ، الإيجار على إيجار الأخ، أو النزاع على أي شيء يكون في عقود أخرى. إذن جاءت الشريعة من أجل أن تصفي ما بين الناس، وأقرت الشريعة الإسلامية القضاء من أجل رفع الخصومة والنزاع بين الناس، وينتهي هذا حتى نستأنف حياتنا. فإذن الاختلاف ممدوح والخلاف مذموم.